بسم الله الرحمن الرحيم. صل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين حرمة المؤمن. لا شك أن للمؤمن حرمة عظيمة جعلها الله تعالى كرامة لإيمانه، ويتوجب من خلالها أن نحفظه وننزهه عن الدناءة وعدم هتك حرمته، بأن ينقل عنه كلام يدل على ضعف عقله وسخافة رأيه وسفاهة طبعه، فإن هذا من أعظم المحرمات وأوبقها، كما حث الدين الإسلامي على التحلي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات، واجتناب ما يأذن بخسة الغير واستصغاره، وأن لا ينقل عنه إلا الحسنى. يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقد تضافرت الروايات حول التحذير من هذا الفعل المشين وعواقبه الوخيمة، فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينة وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان، فلا يقبله الشيطان. وعن عبد الله بن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال عليه السلام: نعم. قلت: تعني سفليه؟ قال: ليس حيث تذهب، إنما هي إذاعة سره. وعنه عليه السلام فيما جاء في الحديث: عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال: ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا، إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه. فيجدر بالمؤمن أن يكون مأمول الخير مأمون الشر. فالناس رجلان: رجل خير منه وأتقى، وآخر شر منه وأدنى. فإذا لقيه الذي هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به، وإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى قال: لعل شر هذا ظاهر وخيره باطن. فإذا فعل ذلك علا وساد أهل زمانه، فإذا فعل ذلك فقد علا مجده وساد أهل زمانه. نسأل الله تعالى التوفيق للطاعة ونيل الرضا منه سبحانه، كما نسأله تعجيل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج،
واجعل النصر حليف أهلنا المظلومين في لبنان وفي فلسطين، وعجل شفاء الجرحى، واجعل عاقبة الظالمين إلى جهنم وبئس المصير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، بفضلك وفضل الصلاة على محمد وآل محمد.